الله كريم الله كريم من بؤك الباب السماء يا رب. خلينا نتزوج وبعدين فكر بالولد. خلي امه تجي اول شيء. حياك الله يا ابو حامد. الله يسلمك ويعافيك. شرفتنا ونورتنا. الله يعطيكم العافيه. يا مرحبا. لا انا زائر لكم. مرحبا. من انت راعي محل ما يحتاج. الله يعافيكم. يا ابو ربيع انت حطيت لك مزايا ودعمت في المسابقات هذه. ايه. وعندك جيبنا يصلحنا، الجيب هذا ودنا احنا نكون من اللي مساهمين، ربنا الله يطرح الحظ عليه. من المتسابقين قصدك؟ من المتسابقين فيه. التلفون ما يمسك. مهما ادق، الورع يدق والحرمة تدق، والله ما حيمسك التلفون. انت ايش تبي بالجيب؟ الجيب طال عمرك عندي معزه منايح. ايوه الله يحفظك. وتنشر يم عنيزه الضلع اللي بجنبنا. اي. وعنيزه عضلها شويه وفيها حصى ولا اصلح لها مثل الجيب هذا. ابشر بالسعد. الله يوفقك. اليوم ابو شوق وبنيته سعودي قديم. الله الله. شهوده اقرينا يلا قران. تقرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اذا السماء فطرت واذا الكواكب انكسرت يا قلبي البحور فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك. ماهر في القران مع السفره كرام البرره. والذي يقرا القران وهو يتعتع به يعني عليه شاق فله اجرا. هذه سبحان الله. شوف الطفل يعني كم الاجر في من يعني علمها، في كان من المعلمات في المدرسه، كم نالت من الاجر وكم يعني سمع المشاهدين والان اخذوا من الاجر. اي والله. وهي الان في بيتها معلمتها. والله يا شيخ عيسى اني دائما اغبط المعلمين والمعلمات اللي يعلمون القران الكريم للاطفال، لان شهود الان معلمتها اللي علمتها القران اجرها ماشي وشهودته صغيره. والمعلم انت الان تصور ولا تدري، شوف الاجور التي لحقتها وهي في بيتها. اي والله. الداعمين الذين يتبرعون ويدعمون هم لا يرون الأجور أمامهم والطلبة هم يتعلمون فيدركهم الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله بمشيئة الله. بشرنا وش صار على الشقة 9 الآن يبشرون الإخوان تقريبا 25% تقطط من شقة. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله. في خلال ساعتين غطينا 25%. بركتكم بركة المتابعين. الله يبارك في ايامك. ما يجي يوم 20 الا كنا الوقف خالص باذن الله. باذن الله. هذا جزء من البرامج اللي تقدمها الجمعيه لحفاظ وحافظات كتاب الله الكريم. الله يجزاهم خير. شيخ كلمنا عن السبع المثاني. البرنامج هذا يتنقل من القرى ويتنقل في الشركات، فوجدنا له اقبال وثمراته مباركه. حتى أن يعني طلبت من الإخوة أن يجتهدوا في هذا البرنامج، لأن الفاتحة كما لا يخفى عليك أنها ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها. صحيح. أي فهذا من البرامج النوعية التي خصت لهذه. أنا اللي تحداني زماني وحدني وخلاني أعرف كيف ألاقي صعوباته، وأنا في رجاء وعده لعبده لي الصبر، وأنا في رجاء عطفه ولطفه ونفحاته، وهو رازق الداب العمى ساكن الخلص، أخر له طيور الجو لين النهاجات الكثيرة شروط الرجل، واللي توفرت ترى الرجل يثبت كلمة الرجل في ذاته، اللي يهتم في دينه وبر بوالده وقصد بالعمل غفران ربه ومرضاته، واهتم بحق الضيف والجار والخوي حلي من على الجاهل دموح الزلات. مع الوصل بالأرحام والشكر والثنى، من كون الدنيا بقدره وحكماته، صدق بالوعود وكمل القول بالعمل، ولا كثر بين الناس ضحكه ونماته، هذا بشره بالخير والله يبشره، وغيره قصير الشوف من يم جاراته. عطيتك عن هذا الخير كلمات موجزة، وبعطيك علم عن المنافق وشراته، فجور اللي خاصم وخاين اللي يرتمن، هذا اللي يقولونه وهذه علاماته، طريق معروف إلا الطيب والرد، وكل يحصد اللي زرع عند حزاته، إن كان عمل خير فربحة تجارته، وإن كان مضاهي مال هلا مضاهاته، وقل له مضاهي بالعمل يقطع العمل، هو المجرم اللي يطرحونه أبصماته وسلامتك. وانت سالب يا قلبي.